الحكومة الإسرائيلية قررت البارحة بأن أي هجوم من صواريخ القسام سوف يكون له ردا عسكريا قويا، وهذا جرى البارحة. تصفيات شتى من القوات الإسرائيلية لنشيط الجهاد الإسلامي، قتل قائد الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والمسؤول عن عمليات إطلاق صواريخ القسام باتجاه جنوبي الميلاد بالأخص سديروت، ورد الجهاد كان قويا. The Israeli occupation forces this evening attacked and assassinated the leader of Islamic Jihad movement Majd al-Harazin and also the leader of Islamic Jihad movement Jihad Daher. Both of them were died and killed. So that we are saying clearly that Israel is responsible for this crime and Israel must pay the price for this crime also. Israel has no interest whatsoever in an escalation. But we must act to defend and protect our citizens who have been the victims of daily attacks by these extremists. We will continue these sort of surgical counter-terrorist strikes as long as our civilian population is the target of these daily barrages. No government would stand by idly and see its civilian population targeted the way the Israeli population has been targeted in the south. More than 2,000 rockets over the last few months. على خلفية التصفيات المستمرة من القوات الإسرائيلية، وزير الدفاع الإسرائيلي أهود باراك يقوم بزيارة سديروت التي تتألم يوميا من صواريخ القسام التي تسقط. وباراك قام بزيارة البيت الذي أصيب في الفترة الأخيرة من صواريخ القسام التي أطلق الجهاد الإسلامي وحركة حماس. يوم وليلة פועלים נגד החמאס בהצלחה רבה, אבל המטרה היא להגיע לכך ש جاغوت بشديروت لا يطرق. تذمر مواطني دولة سديروت من سياسة الحكومة ما زال مستمرا وفي أوجه، والبارحة رأينا هذا خلال زيارة باراك لسديروت. تبايش لك هايت شر بيتخون هايت روش منشلة هايت هايت هكول كما دكوت لا متخبى شما زي ما شتام رجيل شيبيو اتخا بصورة ممجنة شيتسي لكما دكوت تيتن هوراة لعلوت ات المسوكيم لو راك شتا نمصا بو بيزيون كلكلي حتي بمعنية اتم بيزيون. خلال زيارة باراك إلى مدينة سديروت خصص ما يقارب 200 مليون دولار من أجل التحصيل، وكذلك خلال لقائه مع عوامل أمنية إسرائيلية في جنوب البلاد على ما يبدو سوف يعيد التفكير في نظام الدفاع ضد صواريخ القسام.